البعض إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا إلى ما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا إلى قول المصنف: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها: وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا كأحمد وأحمر وبلعبك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد وأخر إلى الأربعة ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. هذه تعديد لموانع الصرف اللي يمنع الاسم. نعرف أن الصرف هو تنوين يلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، والتنوين ينقسم إلى تنوين تمكين وتنوين تنكير. فتنوين التمكين يدخل الاسم لإبعاده عن مشابهة الحرف والفعل لدلالة على تمكنه في الاسمية. والاسم المعرب ينقسم إلى قسمين: قسم يدخله الإعراب والتنوين ويسمى الأمكن، وقسم يدخله الإعراب بدون تنوين ويسمى متمكن. والإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو جرا، وهو اللي يدخل الاسم الأسماء. فالذي يدخله الرفع والنصب والجر مع التنوين سميناه أمكن لتمكنه في الاسمية وبعده عن مشابهة الحرف والفعل في اللفظ والمعنى. والذي يدخله الإعراب بدون تنوين ويمنع من الجر بالكسرة بل يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة سمى متمكن، بدليل أنه نقص فيه شيئان: شيء أول هو التنوين، والشيء الثاني أنه جر بالفتحة نيابة عن الكسرة وهنا يدرس الشيخ موانع صرف منع صرف الاسم. فقال: وزن، يعني يقصد وزن الفعل، المركب يعني المزجي، عجمة يعني الأعلام الأعجمية غير العربية، والتعريف تعريفها يعني تكون مع أعلام، والعدل أن يعدل عن صيغة إلى صيغة أخرى، والوصف والجمع منتهى الجمع، وكذلك وزن الفعل متل، يبقى يمثل لهالأمور هذين. قال: كأحمد، والوصف كأحمر، والمركب كبعلبك، والعجمة كإبراهيم، والعدل كما في عمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، يعني ما يشتق من الأعداد من ثلاثة إلى أربعة على وزن فعال أو مفعل، وصيغة منتهى الجموع ومثل لها بصيغتين اللي هو مساجد ودنانير، أي صيغة أن تكون قبل ألف الجمع حرفان وبعده حرفان كما في مساجد، أو قبل ألف الجمع حرفان وبعده ثلاثة ثانيهما ساكن حرف مد، وأيضا في ما كان زيادة فيه الألف والنون علما كما في سلمان،
أو زيادة الألف والنون فيه وصفا كما في سكران، أو ما اتصلت به تاء التأنيث كما في فاطمة وطلحة، بغض النظر أو أنه تأنيث اللفظ بغض النظر عن المسمى كونه مذكر حقيقة أو مؤنث، فالمؤنث حقيقة في المعنى وفي اللفظ فاطمة، والمؤنث في اللفظ فقط دون المسمى كما في طلحة، وأيضا زينب مؤنث ولكنه اللفظ مذكر والمسمى مؤنث، أو اتصلت به ألف التأنيث المقصورة كما في سلمة، أو ألف التأنيث الممدودة كما في صحراء. يبقى هو جمع هذه الأمثلة كما رأيت. نعم، فألف التأنيث، فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية. هنا نلاحظ أن الأساس في الأعلام أن يتوفر فيها علتان، العلمية علة ويزاد إليها إما وزن الفعل وإما زيادة الألف والنون وإما العجمة وإما التأنيث. يبقى إذن هنا اجتمع فيها علتان، علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. فأما العلة التي ترجع إلى اللفظ فهي مثلا يكون على وزن الفعل، أن يكون في زيادة الألف والنون، أن يكون على مركب. وأما بالنسبة للمعنى إما أن يرجع إلى أنه كونه وصف أو كونه عالم أو كونه مؤنث. ولذلك هاتان العلتان إذا اجتمعتا في الاسم علما أو صفة، يعني لابد أن يجتمع في علتين كما سيأتي، يجتمع فيه علتان كما سيأتي، يمنع من الصرف. لكن ألف التأنيث فيه علة واحدة قامت مقام علتين، وكذلك صيغة منتهى الجموع فيها علة واحدة قامت مقام علتين. فما هي العلة التي في صيغة منتهى الجموع التي قامت مقام العلتين، وما هما العلتان؟ العلة التي ترجع إلى اللفظ أنه جاء على وزن لا يوجد في الأحاد المفرد، يعني أنه جاءت صيغة منتهى الجموع أنها جاءت على زنة أو على وزن أو على هيئة لا يوجد في أحد الأفراد، يعني في المفرد. هذا من ناحية اللفظ، وأما من ناحية المعنى فلدلالته على الجمع. يبقى اجتمع فيه علتان، علة واحدة اللي هو كونه على صيغة منتهى الجموع، في هذه العلة اجتمع فيها علتان، يعني أن هذه العلة قامت مقام علتين. شنين العلتين؟ أنه جاء على هيئة أو على وزن لا يوجد في المفرد، وهذه من ناحية اللفظ. ومن ناحية المعنى أنه دال على الجمع. وأما بالنسبة لألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة فهي علة واحدة قامت مقام علتين. ما هما؟ شنية العلتين اللي قام فيها؟ أنه الزيادة، هذه الزيادة، والدلالة على التأنيث، زيادة الألف اللي هي ألف التأنيث، هذه ناحية لفظية ولا لا؟ وأنه دال على التأنيث. يبقى إذن ألف التأنيث هذه شنو أفادت؟ أنه قامت مقام علتين. شنو العلتان اللي هن بتقوم مقاما؟ أنه من حيث اللفظ باعتبار أن الألف زائدة، ومن ناحية المعنى أن هذه الألف أصبحت دالة على إيش؟ على التأنيث. ولذلك قالوا في جمع منتهى الجموع علة واحدة قامت مقام علتين. شنين العلتين الأساسية؟ علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. يبقى حول من ما ممنوع من الصرف ما فيه ألف التأنيث سواء كانت مقطورة أو موجودة أو صيغة الجموع، والبقية كلها العلتان موجودة، العالمية ووزن الفعل. وزن الفعل لفظ، والعالمية معنى. العالمية وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون لفظ، والعالمية معنى، وهكذا بقية.
وكذلك الوصف وزيادة والزيادة الزيادة لفظ والوصف معنى، الزيادة التأنيث وصف والتأنيث معنى، والتالي اللي هو ايش يعتبر. ولذلك تعتبر هنا كل ما هو ممنوع من الصفتان فيه من الصرف فيه صفتان فيه علتان تمنعان من الصرف إلا في ألف التانيث الممدودة، في ألف التانيث وفي صيغة من، ففيه إلا واحدة حلت محل علتين هكذا. فألف التانيث والجمع الذي لا نظير له، وين لا نظير له؟ في المفرد، أي ليس له نظير في المفرد، لا نظير له في الأحاد. وتتعين العالمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. وتتعين العالمية، هذه العالمية إلا شو زاد معها؟ التركيب، التركيب من ناحية اللفظ، وشو زاد معها؟ التأنيث من ناحية اللفظ، والعجمة أنه لفظ أعجمي. وشرط العجمة، نعم، وشرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة والصفة أصالتها. لا، وشرط العجمة أن يكون العلم أعجمي في لغته الأصل، يعني في لغة الأصل أن يكون موجود مستعمل علم في لغة اللي منقول منها واللي موجود فيها أصلا أنه مستعمل علم صار. ولذلك قال وشرط العجمة عالمية في لغة الأصلية، يعني مع زيادة على ثلاثة أحرف، على ثلاثة. ما الذي يشترط في الاسم الأعجمي؟ أن يكون علما في لغته الأصل قبل النقل إلى العربية، وذلك مع ذلك بزيادة على ثلاثة أحرف. يبقى إذن وتتعين العالمية مع شنو؟ مع التركيب. طبعا لا يدخل التركيب الإسنادي ولا يدخل التركيب الإضافي، وإنما يبقى أي النوع من التركيب المزجي، ولا يدخل التركيب العددي، ولا من أي نوع من أنواع التركيب يقصد في الممنوع من الصرف، هو التركيب المزجي، أي أن يمزج اسمان أو أكثر بحيث ينتج منهما اسم واحد. التركيب الإسنادي مثلا أن كما قالوا شاب قرناها تأبط شرا مررت بصحراء اصمت، اصمت هذه اصمت فعل أصلا فعل أمر، والفعل ضمير مستتر صار اسم، هذا تركيب إسنادي. والتركيب الإسنادي هنا لا يمنع من الصرف وإنما يحكى، حتى لما تقول لما مثلا نقول جاءت شاب قرناها، ما عادش تقول شاب فعل ماضي وقرناها فاعل والها مضاف إليه، لا، تقول ولا شاب قرناها يعني فاعل مرفوع بكذا وكذا، منع من ظهور حكاية اللفظ، حكاية يحكى حكاية، يعني أنت بتحكيه كما سميته. مثلا لو سميت طفل سميته ب قابل زيد عمرا، تو زيد فاعل خليه مرفوع وعمرا مرفوع، ويصبح في كل الأحوال جي منصوب كما هي، جي مرفوع كما هي، جي مجرور كما هي، وتقول منع من ظهوري حكاية اللفظ، يحكى كما هو. يبقى الإسناد هنا لا يدخله المنع من الصرف والتنوين أصلا. والتركيب الإضافي، تركيب الإضافي الإعراب على الأول والثاني يكون مجرور بالإضافة، والتركيب العددي له عددا، إذا كان هو مركب من 13 يكون مبني على فتح، والمبني هنا لا يدخله التنوين أصلا. يبقى ما الذي بقي من المركب؟ طبعا المركب المقصود به هنا يعني وهو التركيب المزجي كما مثل له. قال تتعين العالمية مع التركيب، يبقى التركيب هنا العهدية والمش عهدية، ما اللي يقصد به؟ والله استغراقية تجمع جميع المركبات، لا عهدية، المقصود به مركب معين وهو المسجد. نعم. والتأنيث، والتأنيث له ثلاث علامات، شنو هي؟ تاء التأنيث
وما علامتها أن تكون متحركة وما قبلها مفتوح وتكتب على هيئتها وينتقل إليها الإعراب وهي دالة على تأنيث اللفظ الموجود فيه. تاء التأنيث الموجود هذه مش تاء التأنيث التي تتصل بالفعل، هذه التاء التي تتصل بالأسماء. ما علامتها؟ أولا نقول عليها أنها مربوطة يعني مسكرة شكلها، والثاني أنها متحركة ليست ساكنة، والثالث أن اللي قبلها لابد أن يكون مفتوح، والرابع أنها حلت محل لام الكلمة بدليل الإعراب. وين يجي عليها؟ هي يعني هي لام الكلمة صارت، ولكن في الحقيقة هي ليست لام، وأنها دالة على تأنيث اللفظ الموجود فيه بغض النظر عن كون المسمى مذكر أو كون المذكر المسمى مذكرا أو مؤنثا، بغض النظر يعني مش مشكلة، لكن اللفظ اللي موجود فيه شنو يعتبر؟ مؤنث. أما ألف التأنيث وهي المقصورة، المقصورة التي تكتب على هيئة ياء لكن بدون نقط تحتها، ألف مقصورة، أو الألف الممدودة، وأصل الألف الممدودة هي المقصورة زيدت عليها الألف حمراء. الألف هذه هي الزائدة، لما تزنها نقول فعلا مش كده، يبقى الألف هي الزائدة والهمزة هذه هي بدل من ألف التأنيث. به يبقى وعلينا علامات التأنيث، اللي نشنا علامات التأنيث ثلاثة، تاء التأنيث وعرفناها، وألف التأنيث مقصورة أو ممدودة، والعجمة أو أدينا والعجمة قلنا وشرط العجمة شنو هو؟ أن يكون أعجمي في لغته وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. به والصفة هذا كتب العالمية، يبقى كل اجتمعت فيه لدينا ولنا العالمية موجودة مع التركيب، موجودة مع التأنيث، موجودة مع العجم، مع العجمة موجودة مع كل، مع زيادة الألف والنون على وزن الفعل لابد أن تكون العالمية موجودة مع الكل. والثاني الصفة، الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء. شنو معنى أصالتها؟ ألا يكون مستعملة في الأسماء وبعدين نقلت إلى الصفات، يعني أن تكون في الأول اسم وبعدين أنت نقل اسم جنس وبعدين أنت استعملت الصفة. قال لك لا، أنا لابد أن تكون هي أصل يعني متأصل في الصفة. أما إذا كانت اسم وبعدين أنت نقلتها للصفة لا. شو يقول لك هنا؟ والصفة أصالتها وعدم واحد، وشو تاني؟ أي توكلي. فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاسم. كويس. فعربان هدية أصلا اسم جنس، اسم جنس نقل إلى الوصفية يبقى ينون لأنه ليس أصيل في الاسمية. وكذلك أرمال أصلا شو كان؟ اسم ونقل إلى الوصفية. وكذلك صفوان أصلا صفوان اللي هو الحجر الصلب يعني الرياض ونقل إلى الوصفية. وأرنب أصلا اسم لحيوان ولكنه نقل الوصفية، قال يعني بمعنى قاس يعني نقل إلى الوصفية ولا نقلش. هنا فقد الأصالة ولا فقدش الأصالة؟ بدليل أنه كان الأصل مستعمل أسماء وبعدين نقل من الأسماء إلى الوصفية. هل هذا يمنع من الصرف ولا يصرف؟ يصرف يصرف. ودليل منصرفة هذه كل الأسماء، ليش وجه الصرف؟ مع أنها الأول وصف وفيه زيادة الألف والنون، والثاني وصف وفيه زيادة الفعل، والثالث وصف وفيه زيادة الألف والنون، والثاني زيادة الفعل، يعني فيه له علتان ولكنه مصروف. ليش؟ لأن الصفة ليست هنا الصفة ليست بالأصالة وإنما هي منقولة من أسماء الأجناس. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
ويجوز في نحو هند وجهان. ويجوز في نحو هند وجهان. أيوة، في نحو وجهان لهند اسم علم مذكر، مذكر اللفظ مسمى المعنى ساكن الوسط، يجوز فيه وجهان. جنن الوجهان الصرف، ومن الصرف؟ بخلاف زينب وسقر وبلخ. زينب هدايا، كأن بيقول لك العلم لابد أن يكون زائد على ثلاثة أحرف، أو ثلاث أحرف ثاني متحرك. أما إذا كان الثاني ساكن فيجوز فيه، يبقى الاسم كأنه بيكون إما أن يكون ثلاثي أو زائد على الثلاثة. إذا كان زائد على الثلاثة هذا اتفقنا أنه ممنوع، ممنوع من الصرف. أفرض أنه ثلاثي، إن كان ساكنا يجوز فيه وجهان، وإذا كان ثانيه متحركان فليس فيه إلا وجه واحد وهو المنع من الصرف. ليش؟ لأن الحركة حلت محل الحرف، يعني أن الحرف أصبح الساكن، الساكن كأنه ميت في كثير من الأحيان لا يعتد به ويعتبر حاجز غير حصيل، لكن لما تحرك تقوى بالحركة، ولله لما تقوى بالحركة اعتد به وأصبح مانعا من الصرف. يبقى لذلك مثلنا، شوف كيف الأمثلة، قال بخلاف زينب، زينب هدايا هو الاسم مذكر ولكن المسمى مؤنث، كم في حرف زائد على الثلاثة، وسقر ثلاثة ولكنه متحرك الوصف، لأنك لو بتعد الحروف هند وسقر سيان، ثلاث حروف ثلاث حروف، لكن هناك الأول الثاني ساكن، والساكن في عدادي المفقود، ولكن لما تحرك الثاني تقوى بالحركة فاعتد به. وبلخ وكع عمر، هذه في المعدول، عند بني تميم، عند تميم. وبلخ وكع عمر عند تميم باب حذامي. إن لم يختم براء كسفاري. كويس، ما كان على وزن وكعمر يعني في المنع من الصرف عند تبيم، ما كان على وزن فعالي. وكعمر فيش، شنو وجه الشبه؟ مش الكاف للتشبيه، شنو وجه الشبه في المنع من الصرف؟ في المنع من الصرف وكعمر عند بيت ندمام كالمنع من الصرف للعالمية والعدل، لأن عمر معدول عن عامر، معدول عن عامر، وكعمر في منع الصرف لعلة شنية العالمية والعدل. شنو عند بني تميم؟ ما كان من الأعلام على وزن فعالي كعدامي، أي أنه يمنع من الصرف، وعند الحجازيين يكون مبني على الكسر. إن لم يختم براء، إن لم يختم أي كل علم ختم براء فهو عند الجميع مبني على الكسر. أما إذا كان العلم على وزن فعالي ولم يختم بلام ولم يختم براء فيختلف بين لغة الحجاز ولغة تميم. وأمسي وهذا أيضا اختلفوا فيه، هل يعامل ممنوع معاملة ممنوع من الصرف؟ يقول مثلا وتقصد به اليوم الذي يسبق يومك، فمنهم من يبنيه على الكسر، وما علة بنائه؟ تضمنه معنى الحرف، أي الحرف؟ الألف واللام، الألف واللام. لما تقصد به مثلا اليوم، شنو اليوم؟ الأحد. لما تقول أمسي بالكسر راهو يوم السبت، يبقى يوم السبت معرفة أصبح ولا مش معرفة؟ لكن اللفظ هنا منكر ولا معرفة؟ ولكنه تضمن بني على الكسر، معناه كأنه متضمن الألف واللام. العهدية، نعم،
متضمن للألف لله، قال وأمس لمعين. معين شو معناه؟ بيكون معرفة. إن كان مرفوعا في اللغة تقول مثلا أمس، أمس بالنصب وبالجر، بأمس بالجر يكون على أساس أنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. وبعضهم يبنيه على الكسر لتضمنه للتعريف. وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا. به وسحر إما أن يكون ظرف معين، تقول مثلا سآتيك مثلا يوم الجمعة سحر، يبقى هنا اسمه معين ولا مش معين؟ بيكون ممنوع من الصرف لتضمنه معنى اللام، لتضمنه معنى اللام، تضمنه معنى اللام يقصد به. أما إذا ولا بد أن يكون ظرف، إذا عملت مبتدأ أخرجت عن الظرفية أو مفعول أو مجرور بحرف جر، أنا لا لا تصرفه بشرط شنو؟ شرط أن يكون الظرف ومعين. إذا كان ظرفا وغير معين يصرف، إذا لم يكن ظرفا أصلا من باب الأولى يصرف. وظرف شيش معين معناه شنو؟ سحر هذا اليوم مثلا، سحر يوم الجمعة، سحر يوم السبت، سحر كذا وكذا معين. ماذا قال؟ وسحر عند الجميع إن كان ظرف معين باهي. هذا قيد. أفرض أنه لم يكن ظرفا وأفرض أنه لم يكن معينا، هذا كل وقت ما عاد يدخل في الباب ولا لا؟ الشرح. الشرح أصله، الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف. إيه شنو الصرف قلنا عليه؟ تنوين. والصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. إيش قال الإمام ابن مالك؟ وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. علتان لابد أن يتوفر فيه علتان من التسعة، شنن؟ العلمية والعلمية رئيسية اثنين يعني، والوصف، والوصف مع حاجة تانية، أو علة واحدة ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع تقوم مقام علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى. والعلتان الموجودة في التسعة دي كنا أيضا علة ترجع إلى اللفظ وعلة ترجع إلى المعنى بشأن التوازن في موانع في موانع في في موانع الصرفي. وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال اجمع وزن عادلا، أنت بمعرفة ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. ترى اجتمع، اجمع هذا الجمع، وزن وزن الفعل، وعادلا العدل، وأنت التأنيت، ومعرفة العلم والتركيب، وزد زيادة الألف والنون، عجمة وعجمة، فالوصف قد كمل. أيوة. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساو له في وزنه، فالأول كأن تسمي رجلاً قتل بالتشديد أو ضرب أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. أربة قال العلة الأولى وزن الفعل بالضيفة ليش؟ العلمية ووزن الفعل. كيف قال؟ أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. وجبنا الأمثلة، قال لأ الزيادة الأوزان التي تكون خاصة بالفعل، لا الأوزان التي تكون على الفعل،
إما أن يكون الوزن خاص بالفعل ومثل له بما كان مشدد مثل فعل أو ضرب أو في أو مبني للمجهول ضرب، لأن هذا الوزن لا يكون إلا في الأفعال. أو انطلق أو فيه لزيادة همزة الوصل انطلق، أو التاء الدال عليه مثل تقاتل وتعانق ونحوه من الأفعال الماضية، فإن هذه الأوزان كل فإن هذه الأوزان الأوزان كلها خاصة بالفعل. بالفعل والثاني اللي زيادة أكثر ما تكون في الأفعال، مثل الهمزة، الهمزة أكرم أعلم أفهم، يبقى الهمزة وين موجودة؟ موجودة في أكثر ما تكون في الأفعال، يبقى لما وضحت أصبح أحمد وأشرف وكذا وأكرم إذا سميت بهن، هذا أوزان أكثر ما تكون وين؟ والغالب ما تكون في الأفعال. ويزيد هنا زيادة الياء، ويشكر وتغلب ونرجس، هذه كلها علما، يعني كلها علاما على أوزان فيها زيادة، الزيادة وين تكون؟ هذه في الأفعال. العلة الثانية، أين العلة الثانية؟ الرئيسية والأصلية؟ ليست الأصلية يعني، وإنما العلة الثانية، العلة الثانية الأولى هي العلمية، العلمية وزن الفعل، العلمية والتركيب. العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كأمر القيس. كأمر القيس. أن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة. راجع بس، قال وليس المراد به تركيب الإضافة، لأن قلنا المرة الأولى أن أل الموجودة في التركيب عهدية، هل تنصرف إلى الاستغراق جميع المركبات؟ لا، وإنما تنصرف إلى مركب واحد معهود معروف في باب الصرف وهو أيوة. أما المركب الإضافي معروف يعني ما؟ لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، فإنه من باب المحكي. فإنه يعني هذا المركب الإسنادي، المركب الإسنادي هو اللي من باب المحكي، والله المركب مطلقا فإنه الضمير على ايش يعود؟ على المركب الإسنادي، فإنه من باب المحكي. شو المعنى؟ معنى المحكي يتحكي كما هو، وين علامات الإعراب؟ مقدرة. شنو منعها؟ حكاية اللفظ. مثلا جيب لك مثال، وكثيرا ما نعود فيه المثال هذا، لو مثلا ضرب زيد عمرا، نقول لك اعرب عمرا، شو بتقول؟ اعربها في المثال يعني، عمرا بتحط عمرا وبتدير قدامها نقطتين مفعول به منصوب، صح ولا لا؟ درت عمرا بالنصب مفعول به، ترى عربها هذه الجملة هذه، عمرا مفعول به منصوب، كيف تعرب عمر؟ مبتدأ مرفوع هو منصوب، يقول لك منصوب هو مرفوع بالضمة، منع من ظهور حكاية اللفظ، لأنك أنت خذيتها من الجملة وحطيتها كما هو، منصوب منصوب، مرفوع مرفوع، مجرور مجرور. وكلمة مفعول شو تعربها؟ خبر، مفعول به خبر، يبقى هذه حكاية ولا مش حكاية؟ يبقى إذن الحكاية لا تقتصر على الإسنادي، المركب الإسنادي، وإنما يختص بها أو تختص بكل لفظ أخذته كما هو في أصل ونقلته على سبيل الحكاية يعني. مفعول به خبر مفعول، لا مفعول به، انت ما نقلتش الا كلمه عمرا بس، هذا اللي حكيته، والباقي عادي كلام فيه. ولا التركيب المسجيه المختومه بويه. بويه، افرض التركيب المختوم بويه يدخل، لا لان هذا ويه هذه يختم بها للتنكير، والتنكير ما لهش علاقه بالممنوع من الصرف ولا يدخل الاعراب، مبني له مثل سبويه وعمرويه، لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب. يبقى هل يدخل التركيب بويه المركب المجزي المختوم بويه، هل يدخل؟ لا. شو المانع؟ لأن هذا التنكير
أداة التنكير خاص بالمبنيات، وليس تنكير إعراب، وليس التنوين تنوين إعراب، وإنما هو تنكير خاص بالمبنيات. مثلا قل جاء سيباويه بالكسر، أراه واحد معروف علم. لما تقول جاء سيبويه معناه شنو؟ نكرة، أي واحد اسمه أي شخص يعني. هناك فرق بين أن تقول جاء سيبويه بكسرة واحدة فقط، أراه هو الشخص هذا. لكن لو جبت التنكير، التنوين هنا التنوين تنكير، والتنوين اللي يدخل الإعلام تنوين تمكين، وهذا المتعويه لا يدخل إلا فين؟ في الـ في الـ في الـ في المبنيات. والممنوع من الصرف وعدم ممنوع من الصرف هذا لا يدخل في المبنيات، وإنما يدخل فيش في المعربتين. إذا طالع هذا المشطلع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه، كبلعبك وحضر موت كبعلبك وحضر موت وحضر موت ومعدي كريم. العلة الثالثة العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، يعني على الهيئات الأوزان، يعني الأوضاع الأوزان يعني. كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة. أيوة، محمد صلى الله عليه وسلم، وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. توهود اسم عربي منون، لكن في القرآن مرات تلقاه في السياق منون وفي السياق غير منون. شو الفرق؟ إذا نون فهو اسم لأبي القبيلة، ماشي، ولم يتوفر فيه علة الصرف، علة المنع من التنوين. وأما إذا منع في الصرف فهو اسم قبيلة وتوفرت فيه علة المنع، وهو العلمية والتانيث. صار إذا جاء منون فهو اسم لأبي القبيلة هود، تمود يعني، نقصد تمود يعني، تمود وعاد اسماء القبائل لدينا، مش هود من النبي صالح يعني. لا، بالنسبة للقبائل التي ترد في القرآن الكريم وأسماء القبائل هذه مرات تلقاها منونة ومرات لا تجدها منونة. فالمنون منها اسم لأبي القبيلة، وغير المنون فهو علم للقبيلة نفسها. وإذا كان علم للقبيلة اجتمع فيه العلمية والتاني والتأنيث، يبقى اجتمع ماشي. ويشترط لاعتبار العجمة أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم. هذا الشرط الأول اللي قال عليه كما مثلنا. فلو كانت عندهم اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام. لجام هذا اسم جنس، لجام اسم جنس، لأنه يذكر على يطلق على متعدد مشترك في حقيقة بحول كونه يلجم به الحيوان، سواء كان لجاما لفرس أو لناقة أو لأي حاجة يلجم بها الحيوان، فهو يطلق على متعدد، يطلق على متعدد مشترك في حقيقة واحدة، وهو الحبل أو ما يكف أو يلجم به الحيوان. يبقى اسم جنس، يبقى هل اسم الجنس علم؟ ليس علم. تو رجل نحن عندنا في العربية اسم جنس، وكتابك بروحه اسم جنس. شنو معنى اسم جنس؟ لأنه لما تقول كتاب يطلق على أي، لكن مش ما يشترك في حقيقة واحدة أنه مكتوب فيه، كتابة واقعة فيه يعني. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف. في أفيش لنا في الاسم الأعجمي، الأول أن يكون أصلاً علماً في لغته، والثاني أن يكون زائداً على ثلاثة. فلهذا انصرف نوح ولوط
قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب. وهذا الشيء قال يعني وإن كان جوزوا فيه الصرف وعدم الصرف لسكون الوسط يعني. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العالمية، لأن المضمرات لما تقول التعريف، التعريف هذا يستغرق جميع المعارف ولا لا؟ شو بيدخل؟ الضمير يدخل، إشارة تدخل، وصول يدخل، مضاف يدخل، المعرف بأل يدخل، دخل هذين كلهم ولا لا؟ قال لك لا، راه لا أقصد من التعريف إلا الأعلام، ولذلك قال والمراد به، يعني بيش عليش يعود الضمير على التعريف، ويراد به أي ويراد بالتعريف ما تعريف العالمية، لأن المضمرات لأن المضمرات والإشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب، لأنها مبنيات كلها، مبنيات كلها، والتنوين يدخل، التنوين الإعراب يدخل المبنيات لا. وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف، إذا كان تدخل الأداة، لو كان هو مصروف ممنوع من الصرف وبعدين تدخل الأداة يجر بالكسرة ولا بالفتحة؟ وجر بالكسرات وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لم يضف يبقى هي بروحها، إذا دخلت عليه هو ممنوع من الصرف سيجر بالكسرة. ثم دخلته الأداة أو أضيف جر بالكسرة، خرجت جميع المعارف إلا الأعلام، يبقى لما نقول التعريف في باب الصرف ليش ينصرف؟ للعلم. فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، وحينئذ لم يبق إلا تعريف العالمية. نعم. العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى. العدل هو العدول، يعني مش إقامة الحق يعني، مع بقاء المعنى الأصلي. نعم. وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر، وعدله عن فاعلين، يعني هو مصروف عن فاعل، الأصلي كان فاعل صحابه فعل. نعم. وعدله عن فاعل كعمر وزفر وزحل ومضر وجمح، والثاني فعالي وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعله نحو حذامي وقطامي ورقاشي. وهذا يدخل في حتى أن ألفاظ التوكيد جمع وكتع وبصع وبتع تدخل فيه، وهي معارف أيضا، وهي معارف رغم أنها لا يدخلها، لا يدخلها يعني، هي في شكل هيك في لفظها شكل نكرة. وذلك في لغة تميم خاصة، أي هذا وذلك في المؤنث هي حذامي وقطامي، والثاني مش قال لك هو والواقع، فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، الأول إيش هو؟ فعل، والثاني فعالي، وذلك في المؤنث، يكون المسمى مؤنث، وعدله عن فاعلة، عن فاعلة حذفت من التاء نحو حدامي وقطامي ورقاشي، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر. به في لغة تميم كيف تقول؟ تقول جاءت حدام ورأيت حدام ومررت بحدام، ممنوع من الصرف في لغة قريش، مبني على الكسر. ترى كيف تنطق؟ تنطق جاءت حدامي، مبني في محل رفع، رأيت حدامي مبني في محل نصب، مبني في محل جر. قال وذلك، أي شنو وذلك؟ العدل، أنه معدول، معدول عن فاعل إلى فعال أو إلى فعاء، لا بالممنوع من الصرف يعني، في لغة من؟
في لغة تميم، وفي لغة الحجاز يبنونه على الكسر. قال الشاعر، قال الشاعر: أتاركة تدللها قطامي، رضينا بالتحية والسلام. أترى نعرفها؟ الهمزة استفهاء، تاركة مبتدأ، مبتدأ، تدللها مفعول، قطامي فاعل، سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، ماشي. كيف تعرفه؟ فاعل مرفوع، لا هنا كسر ولا لا؟ قل فاعل مبني على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل، في محل رفع. نعم. وقال الآخر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. أين محل الشاهد؟ قالت حذامي، حذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع، على لغة من؟ لما بتحول على لغة التميم شو تقول؟ حدام الرفع، منول ولا غير منول؟ ممنوع من الصرف. ليش؟ للعدل، لأنه معدول جاء على وزن فعالي وغير مختوم بالراء، ما في الشراء يعني. أما إذا كان بالراء فاتفق الجميع على البناء. أيوة. فإن كان آخره راء كسفاري، اسم لماء، وحضاري لكوكب، حضاري كوكبي، وواباري لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائه على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. يبقى إذن في فعالي في إشكالية شوية، فعالي اختلفت فيها قبائل العرب، فالتميم فبنو تميم يمنعونه من الصرف، والحجازيون إلا إذا كان آخره راء، فالأغلب يوافق بني، يوافق الحجازيين في بنائه على الكسر، الأغلب. يبقى قال قليل، أو قال وبعضهم، ومنهم، ومنهم يعني البعض من لا يوافق الحجازيين بل يلتزم فيه الإعراب ومنع الصرف. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمس، الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع، على أنه معدول على الأمس. يمنعه من الصرف، شو بتقول؟ أمس يوم مبارك، أربع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، منول ولا غير منول؟ غير منول، ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ لأنه معدول من المعرف بأل، وشو أصله؟ الأمس اللي هو أمس اللي هو السبت يعني، معدول عن المعرف بأل. بتجيب مفعول به يكون منصوب بدون تنوين، تجيب مجرور يكون أيضا منصوب يعني الفتحة نيابة عن الكسرة بدون تنوين. لماذا لا ينوّل؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما علة منعه من الصرف؟ لأنه معدول عن المعرف بالله، معدول عن المعرف بالله. فيقول: مضى أمس بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر، على أنه متضمن معنى الألف واللام، فيقول: اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. قال هنا: ومما اختلف فيه التميميون أيضا، فأكثرهم يمنعه من الصرف ويبنيه على الكسر على أنه متضمن معنى الألف واللام أمسي. مبني هنا، نعم، مبني. شنو علة البناء؟ متضمن الألف واللام، متضمن الألف واللام، لابد مشابه لمشابهات الحرف. أي مشابهة الحرف؟ الحرف يعني كأنه شابه أن يكون فيه الألف واللام.
وبعضهم مد مذ أمسي وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح. نعم، يبقى أمس بنو تميم يجرونه مجرى الممنوع من الصرف لأنه معدول عن منه عن ما فيه الألف واللام، ومنهم من يبنيه على الكسر لتضمنه معنى الألف واللام. يبقى هم الاثنان اعتبروا اللام ولا لا؟ لكن هذا يعتبرها على أنه معدول عما فيه الألف واللام، وهؤلاء اعتبروه مبني على أنه ليش؟ يشبه ما فيه الحرف يعني. وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحرا. سحرا معناها شنو؟ ترى كيف عرفت متضمن معنى الظرف في الظرف يعني؟ كأن قلت جئت سحر. يوم الجمعة سحر. في تحط السحر في، إذا كان تضمن معنى في يعتبر شنو؟ ظرف، لأن الظرف لابد أن يكون متضمنا لمعنى في، وإذا لم يتضمن معنى في لا يسمى ظرفا، لا يسمى ظرف. هنا ينفع الكلام جئتك يوم الجمعة في السحر. ما فإن كان سحر غير يوم معين انصرف. شو قال؟ اشترط فيه شرطان، أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون معينا. به وين يوم الجمعة توفر فيه الشرطان؟ نعم، أنه في السحر، أدي واحدة، يبقى ظرف ومعين يوم الجمعة، سحر يوم الجمعة يعني. فإن كان سحر غير يوم معين انصرف، كقوله تعالى نجيناهم من السحر. شنو؟ فإن كان سحر غير يوم معين انصرف نجيناهم بسحر. تنون ولا ما تنونش؟ لماذا؟ العدم، لكن الظرفية موجودة فيه ولا مش موجودة فيه؟ موجودة فيه، عدم التعيين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وإلى السامعين وإلى طلبة العلم، ووفقنا وإياهم إلى ما تحب وترضى. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأزواجه وذرياته، آمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل